سبق لأنه منذ يومين خذيت القرار بعدم إيداع ملف ترشحي لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. القرار الذي أخذيته بعد تشاور مع المجموعة اللي معايا كان قرار صعب أخذناه مع شعور بكل الألم والمرارة وشعور بالظلم. علاش؟ لأن نحن كمجموعة حلمنا بتغيير وجه بلادنا إلى ما هو أفضل وإخراج بلادنا من الوضع الكارثي اللي هي فيه بوضع اليد مع كل مكونات المجتمع التونسي وكل الكفاءات التونسية سواء كانت في تونس أو بالخارج. عنا رؤية، عنا برنامج واقعي وباستعمال إمكانات وإمكانيات تونسية نجم نخرج بتونس إلى النور. ثاني حاجة، خلال الأيامات الأخيرة هذه أيام التزكية وحتى قبلها تبين أن السلطة القائمة حسمت أمر ترشح مرشحها الأوحد وباش تعمل كل الوسائل لإبقائه في الحكم. ثالث نقطة، يوم 6 أوت في آخر وقت تلقيت برقية من وزارة الداخلية تعلمني فيها أنه تعذر عليها تسليمي بطاقة عدد 3 لأن بطاقة التعريف الوطني متاعي غير محينة من حيث المهنة. نقول اللي هذا القرار ليس أخلاقي وليس قانون وليس مقبول أصل. علاش؟ أولا عملت مطلب عن طريق الانترنت يوم 26 جوان، معناه وصل الداخلية نهار 26، قرأوه نهار 27. من 27 جوان إلى 5 أوت أي ساعات قليلة قبل غلق أبواب الترشح ما لقاوش وقت باش يعلموني يقولوا لي بدل بطاقة التعريف القومية نتاعك. ثاني حاجة نقول للداخلية اللي جواز السفر نتاعي راهو محي، المهنة محي وجديد وخرج من عندكم انتم، معناها نسخة عندكم انتم وانتم موجود عندكم وكنتوا تنجموا تعتمدوه كوثيقة باش تعطيوني بطاقة عدد 3. الثالث حاجة اش مكتوب في البرقية، تنجم تتصل أقرب مركز وإلا أقرب قنصلية باش تحين بطاقة التعريف نتاعك. نقول للسيد اللي خذا القرار هذا، ما ظهر لي غاب عليك اللي القنصليات البرة ماهيش كلها عندها الإمكانيات باش تعمل لك بطاقة التعريف، ولا أظنه غاب عليه. الرابع حاجة، في مارس 2024 خرج قانون أساسي يقول اللي ذكر المهنة في بطاقة التعريف ما عادش ورد، ما عادش تذكروا المهنة في بطاقة التعريف. هذا قانون أساسي، ما نعرفش قرار هذايا يعتبر مخالف مضاد للقانون الأساسي وإلا قرار جديد وفي قانون جديد، ما نعرفش، وحد معرفتي ما فماش حتى قانون. أنا شقول علاش مانيش باش ما حطيتش الملف الترشح نتاعي في ليزي، لأني عن يقين اللي هالتمثيلية هذه باش تتوصل واللي وجودي ضمن المترشحين هذا كان تعدى باش يكون صورة لإعطاء مشروعية الانتخاب حسمة قبل ما تصير الانتخابات. أنا شو نقول؟ نقول السماح، السماح الوضع اللي وصلنا له، ما السماح مش معناها راني هبطت ايديا وما عادش نعمل حتى شيء وما عادش نتلهى بشان العالم.